سبحان الله، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الرمان والفوائد الطبية. كشفت الأبحاث العلمية أن الرمان مفيد للمرأة الحامل، فهو غني جدا بالمواد المضاد بالأكسدة وغني بالفيتامينات والأملاح سهلة الامتصاص أيضا. ونتناول الرمان بمعدل رمانة واحدة كل يوم، يفيد في علاج فقر الدم والتهاب المفاصل وامراض القلب والشرايين. وربما ندرك لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الفاكهة في كتابه العظيم.